الدراسة بتقول ان الرجال، طبعا هتقولي اه الرجالة اكتر كذبا من السيدات ولا لا؟ لا انا حقيقة مش مع الدراسة دي بجد والله. بس لسبب ايه بقى؟ ربنا يكرمك. ثواني كده يا امان قبل ما تكلمي، ربنا يكرمك يا امان. امين. لا مش علشان ما انا هقول لكم ايه السبب دلوقتي. لا السبب اللي انا شايفاه ان الرجالة من كتر ما هم بقوا مفضوحين وبقت اساليبهم يعني معروفة ومحفوظة، الستات بقت تعرف ان هي خلاص هو بتعرف تقفشهم. تمام. اسحب الدعوات تاني ولا لا؟ لا حلو حلو الكلام ده، كملي بس عشان اتكلم بعد ما تقفلي، كلام مهم قوي حبيبتي يا ايمي. بس ايوه فهو من كتر بقى ما الرجاله بقت خلاص، الست بتبقى قاعده كده تبقى عارفه كويس قوي، هي اول ما تبص في عين الراجل بتبقى عارفه ان هو بيكذب، بتبقى عارفه ان هو بيحور. فهو بيبدو للراجل ان هو بقى ذكي، ان هو عارف هو فاكر يعني، وهما بيصدقوا قال لك احنا اذكى. طب لحظه هنا، انا عندي سؤال. هو ده بالنسبه لي يا ايمان، يعني بالنسبه لك ده ذكاء بالنسبه للبنات والسيدات ولا لقم وخبز؟ يا عيني مش عليك. مش لقم اللقم اللي انت اللي يا عيني عليك في السؤال. عارف لما بنقسم كده وان تو. لا اللقم اللي انت تحاول تقنعني بكذبتك والذكاء ان انا احاول يعني انا اعمل نفسي مصدقاك واقنعك ان انا مصدقاك. ايوه طب ما ده اسمه ايه؟ طب ما هي بتعمل ان هي مصدقاني وهي مش مصدقاني وفي الاخر خالص تبقى هي بتتخابس عليا. بحوش لك يا بابا. ما هو انت اللي بتتخابس. لكن لو في صراحه في الموضوع تقولي له انت بتقول كذا. ما انت لازم تكون صريح في الاخر. لا 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 الستات اتعلمت ان هي تسكت لحد ما تجيب اخر الرجاله. لو انت بتكذب انا هعمل نفسي مصدقاك لحد ما اعرف انت عايز ايه بقى. وريني بقى اخر يعني ايه اللي ورا الكذب ده، فاهم؟ بصي يا ايمي من الاخر، لو ما كناش احنا الاقوى ما كانش في رجاله بتخاف من مراتها. ده حقيقي. بتخاف ولا تشربه؟ لا نكون اكثر براعه في الكذب. انا بتكلم في النقطه دي اكون انا معاكي. ماشي. فلو هو لو في بقى اكثر براعه فالبراعه احنا السبب في البراعه دي، فاهمين؟ احنا اللي يعني مهيئ لكم جو ان انتوا تبقوا براعين في الكذب بالظبط. لكن انت مش مع الدراسه يا ايمان. لا الحقيقه. طيب.